الآن الناس يقومون بالنزوح من الحي الشرقي، المدنيين، الأطفال والنساء أيضا، كما نشاهد هنا أمامنا مباشرة الأطفال ينزحون من منازلهم من الحي الشرقي، النساء، الأطفال، الرضع. أي منطقة طلعتوا؟ من الفرش اللي وراه هون؟ كل هاي الطريق قطعتوها؟ طب شو مع الأولاد؟ شو صار من الأولاد الصغار؟ شو صار بالأولاد الصغار؟ فينا خالتي؟ رعب 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 من القذائف الصوتيات، ماتوا الأطفال، ماتوا كلياتوا، عياط وصياح وبكا. صرنا يومين احنا الجيش متعسكرين في كلب دارنا، هالسعيات جابوا لهم اكل وقالوا للموجودين لهم عندنا يومين الجيش، اطلعوا السكان اللي في كلب العماره لانه احنا هون شغلتنا مطوله، بدنا تقريبا 10 ايام. فلمينا حالنا والاولاد الصغار وكلياتنا وطلعناها من الحاره الشرقيه لحد ما احنا وصلنا هون ماشي، هاي تقريبا ان ما يقارب الساعه ماشي. البيوت دمار شامل، كسروها، لا خلوا اثاث، لا خلوا بلاط، لا خلوا بواب. هذا الولد صار له يومين مقطوع من الفوط والحليب، هذا بشرب حليب، شايف؟